السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في قناة مستر بيرفيوم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن 28 عطر من نشانيه، يعني التصنيف ليهم وترتيبي ليهم. دول اللي أنا جربتهم منهم، في عندهم عطور تانية بس يعني مش كتير، أنا جربت كده أغلب عطور نشانيه. هنبدأ بالعطر رقم 28، أونو تمام. العطر ده انا حطه يعني تقريبا في المركز الاخير لان مش مناسب ليا خالص. هو عطر انيمالك، هتلاقي فيه نوتة الكاستوريوم مركزة جدا، فيعني بالنسبة لي انا وفي الاجواء اللي احنا عايشين فيها في البلاد العربية، اجواء ما بتبقى يعني بتبقى حارة في الغالب، فالعطر ده مناسب اكتر للاجواء الباردة ومش مناسب لكل الاشخاص. عايز حد بيحب العطور الانيمالك المركزة، فده في المركز 28. العطر اللي بعده افريكان اوليفانت، وبرضو ده نفس، وده انيمالك برضو، انيمالك وفي ليذر وفي عود وفي بخور. الريحة بتاعته يعني مركزة قوي انيمالك، والبخور مديها سموكنس، فمش اي حد ممكن يقبلها بسهولة يعني ان هو يستخدمه. برضو يعني ده زي ما تقول في تركيا والبلاد الاوروبية بيبقى الاجواء باردة، فده مناسب للاجواء الاوروبية اكتر يعني، فمن وجهة نظري ما يستخدمش في البلاد العربية، صعب يعني. العطر رقم 26 معانا باتشولي كوزا. العطر ده طبعا من الاسم اللي فيه نوتة الباتشولي والليذر والإنسنس، هو دي النوتات الرئيسية في العطر. ممكن تعتبره ان هو برضو قوي زي اللي انيمالك سنت، برضو الريحة بتاعته مش يعني الباتشولي مع الليذر مع البخور هنا والخلطة نفسها يعني غريبة شوية معاهم، الحاجات اللي هو الاروماتيك والفلورال مش في الدراي داون. ممكن تقول ان هو في الدراي داون يكون احسن من الاوبننج، الاوبننج بتاعه صعب شوية، الريحة بتاعته مش هتكون ماس ابيل ابدا. اللي بيحب الروائح اللي هي الانيمالك والروائح القوية ممكن يستخدمه في الاجواء الباردة، ولكن برضو في البلاد العربية ما فضلش ان حد يستخدمه يعني كتير، مش مناسب لينا في البلاد العربية يعني. العطر رقم 25 سلطان فيتيفر. هنا في العطر ده هو حاول يخلطوا 4 انواع من الفيتيفر مع بعض يعني، فلتت منهم شوية. عطى هو الفكرة يعني، فكرة كويسة ان هو يدي ريحة، ياخد كل اللي هو الايرثينس والجرينس بتاع الفيتيفر مع الليذر ومع الحاجات الفلورال والتونكابين، يعني الفكرة نفسها كويسة، لكن الخلطة يعني ما مش من وجهة نظري ما مشيتش كويس، مش ويرابل يعني، مش سهل ان انت تستخدمه. مش الناس اللي بتحب الفيتيفر ما تتخدعش في الاسم، جربه الاول قبل ما تجيبه يعني، عشان ممكن ما تحبوش. العطر رقم 24 معانا مانا. ومانا ده من البرستيج كوليكشن، غالي جدا طبعا، ال50 مللي بيبقى في حدود $600. العطر ده ليذري انيمالك برضو، السعر زي ما قلنا عالي جدا. العود اللي فيه مش عارف يعني، بحس ان هو سينثيتك مش عود طبيعي، بالرغم ان هو سعره عالي، مش عارف انا ده احساسي. فيه برضو هتلاقي الكاستوريوم انيمالك نوتس موجودة فيه مع الليذر السويد والاخشاب في الدراي داون، يعني في ناس بتحبه. انا برضو بالنسبة لي مش مناسب ليا الخلطة ديت وسعره يعني، ممكن بالفئة السعرية دي تجيب حاجة افضل، دي وجهة نظري. فده العطر رقم 24. العطر رقم 23 نانشي. فنانشي ده نزل سنة 2020. يعني الناس اللي بتحب الروائح البودرية ممكن تحب ريحة العطر ده، هتلاقي الهارت هنا، الهارت نوتس فلورلز كلها،
يعني في ناس ممكن تعتبره اولد فاشن يعني، خصوصا الشباب، فممكن الشباب ما يحبوش العطر ده. البودري يعني البودرينس هنا جايه في الدراي داون بودري نوتس، وفي الاوريس، وفي الباتشولي كمان سبورتنج البودري نوتس ديت. فيعني لازم تكون بتحب الروائح البودري عشان تحب العطر ده. اللونجيفيتي بتاعته عالية جدا، البرفورمانس بتاعه ممتاز، سياج عالي، يعني البرفورمانس ممتاز، لكن اهم حاجة ان انت تكون تحب الروائح البودري، ومش مناسب من وجهة نظري للشباب. العطر رقم 22 B612. العطر ده نزل سنة 2018. ممكن تعتبره ان هو وودي اروماتيك. فهو يعني الاروماتيك نوتس هنا هتلاقي فيه اللافندر، وفي سايبرس. سايبرس هنا مدي وودينس للتوب نوتس. يعني هو يونيك سنت، مش اروماتيك اللي هو الريحه العاديه. اللي هنا الحاجه الاساسيه هنا في العطر طبعا زي ما قلنا ان هو اروماتيك وودي، الكشمير وود. هنا هو الاساس، يعني الاساس هنا الكشمير وود والسيدر وود، وهتلاقي داخل معاهم الاوكموس. في الافتتاحيه طبعا هتلاقي ريحه اللافندر والسايبرس مديله، يعني والهيربال هيربال نوتس مديله جرينس، يعني في ريحه اروماتيك جريني في البدايه، هتقعد فتره ممكن نص ساعه لساعه، وبعد كده هتلاقي في بعد كده الدومينيتنج نوتس هتلاقي الكشمير وود، ومع الدراي داون ممكن تلاقي ريحه سوبي، يعني ريحة صابونية كده. يعني الريحة الصابونية هنا يعني تحس ان هي ريحة كيميكلز. فمن وجهة نظري هو مش مناسب للأجواء الصيفية نهائيا. يعني ممكن حد تاني يكون ليه وجهة نظر تانية، بس انا بقول لك اللي انا شايفه. يعني العطر ده يعني مش مفضل ان هو يستخدم في الصيف. في واحد تاني ممكن يقول لك ده كلين وفريش. انا يعني من وجهة نظري السوبنس هنا يعني صعبة شوية ان هي ممكن تستخدمها في الصيف كيميكال. العطر اللي بعد كده رقم 21 ايجي، واللي اسم تاني تقريبا يعني على حسب، ممكن اكون بنطقة غلط، ايو. فالعطر ده اكواتيك، يعني مع انك هتشوف هنا يعني الاكواتيك نوتس هنا جايه من يعني من حاجات من نوتات تانية. هتلاقي مثلا الليكوريش مع الانيس مع اليوزو مع المنت مع البيسل الريحان، يعني عاملين اللي هو ريحه اكواتيك اوزونيك، مناسب طبعا للاجواء الصيفيه. يعني وفي نفس الوقت يعني هتقول ان هو يعني النعناع هنا، المنت والليكورش، النوتات دي ما بتبقاش موجودة في عطور كتيرة، فهنا مظبوطة. يعني من وجهة نظري في العطر ده ظابطين الكمية بتاعتهم، فظابط الريحة الأوزونيك والأكواتيك نوتس، وعاملة فريشنس وسبايسينس. يعني هو ريحة كومبلكس. في الافتتاحية برضو هتلاقي هنا اليوزو وداخل معاه البيسل، عاملين ريحة جميلة جدا، وبعدين يدخل معاهم المنت، وفي الدراي داون هتلاقي الليكوريش والأوليبنم. يعني العطر ده انا حطه في هو ريحته جميلة طبعا، انا حطه في المركز 21 لسببين. الاول ان هو عطر طبعا يعني في الفئة السعرية ديت ممكن تشتري حاجات يعني افضل من العطر ده. وحاجة تاني، هو عطر صيفي، يعني لو هو بس تستخدمه في الصيف من وجهة نظري، يعني في الاجواء الحر.
العطر رقم 20 معانا فان يور فليمز. فان يور فليمز يعني برضو هو عطر ريحته جميلة، في الكوكونات نوت، هو عطر جرمون، هتلاقي فيه برضو سبايسينس جاية من التوباكو، وبوزي من الرام نوت، بوزي نسيانة موجودة برضو مع الدراي داون، هتلاقي ريحة خشبية وفي سويتنس برضو. العطر ريحته جميلة بس هو الفرساتيليتي بتاعته قليلة. هنا الكوكونات طبعا اللي هو الأجواء الاستوائية والمالديف، يعني تفكرك بالأجواء ديت، فعايز أجواء مشمسة. يعني ممكن تستخدمه في الأجواء المشمسة، وممكن تستخدمه في ال يعني لو عايز تستخدمه بالليل برضو في الصيف كويس برضو على الشاطئ وكده، يعني يفكرك بالأجواء الاستوائية. العطر رقم 19 معانا من البرستيج كوليكشن برضو نفس العطر ده، النوتات فيه هتلاقي هو معقد شوية ونوتاته كتيرة، لكن هو باختصار كده يعني الروز والعود دول الأساس، وفي الليدر في برضو هتلاقيه موجود في الدراي داون. هو عطر معقد يعني في حاجات كتيرة قوي. باختصار يعني هتلاقي السافرون يعني خفيف في العطر مش كتير، والفلورال نوتس يعني هتلاقي يعني الفلورال نوتس الأساس، الحاجة اللي ممكن تشم ريحتها يعني وواضحة شوية، العثمانثس مع الورد، الجاسمين مش كتير في العطر، جيرانيوم موجود، وهتلاقي في العود موجود يعني في الدراي داون، ريحة العود مع الفلورال نوتس داخل معاها الريحة الليدري، وفي سموكنس في العطر. يعني هو العطر يعني مش سيء كويس، بس يعني انا في الهاني برضو في العطر ده، يعني مش عارف، حاسس ان هو مديله اكسترا سويتنس. فيعني على الفئة السعرية بتاعته 50 مللي ب$600، انا وجهة نظري برضو يعني هو ريحته كويسة وعادي ويرابل، ممكن ناس كتيرة تحب تستخدمه، لكن الفئة السعرية دي ممكن تستخدم حاجة أفضل من كده. العطر رقم 18 معانا كاراجوز. كاراجوز ده هو فروتي وأروماتيك، هتلاقي فيه اللي هو الجريبس من البداية ظاهرة ومكملة لحد النهاية مع العود، عاطين ميكس يعني كويس. يعني في ناس برضو ممكن تحبه وناس ما تحبوش، ليه؟ لأن الميكس ده عامل زي ريحة اللي هو الفاكهة الطيبة زيادة، أو يعني ممكن واحد يقول فاكهة بايظة. بس العطر ده غريب في حاجة، يعني مع يعني وانت بتتحرك هتلاقي اللي حواليك شامم ريحة جميلة ويقولك ايه الريحة الجميلة ديت، والسياش بتاعه حواليك مدي ريحة جميلة، غير لما انت تشمه على مثلا تكون رشه على ايديك ولا حاجة على الجلد، ممكن تشم ريحته وما تعجبكش عشان بيبقى فيها الفروتي نوت، هنا فيها سوبنس كده، ويعني في ناس ممكن ما تعجبهمش. الباينابل هنا مفروض ان هو موجود، بس مفروض ان العطر ده نزل مع هاتشيفات، لكن شتان الفارق يعني بين الاتنين، الهاتشيفات احسن كتير يعني، والباينابل واضح فيه وجميل جدا يعني. فالعطر ده فيه زي ما قلت لك كده ريحته اللي الناس تشمها وانت بتتحرك جميلة، يعني هتلاقي ناس كتيرة بتقولك عليه، لكن ممكن انت تشمه على الجلد ما تعجبكش الريحة. العطر رقم 17 معانا زيني، وده عطر فيمينين اكتر، هو فيمينين ولونج لاستنج ومناسب للربيع والصيف اكتر. يعني هقولك ان هنا الجريب فروت مع البلاك كارنت مع الرابر، ممكن التلاتة مع بعض في الافتتاحية يعني عاطين ريحة عاملة زي المانجا.
يعني بجد ده اللي انا شميته، يعني ريحة كده شبيهة بالمانجا، التلاتة مع بعض مخلوطين مديني الريحة ديت. وفي والفانيليا يعني عاملة ظابطة ريحة العطر، الفلورال والفروتي نوتس، ومع الدراي داون هتلاقي السويتنس واضحة اكتر. والفلورال يعني هو عطر فيمينين، الريحة بتاعته ممكن مش مناسبة للرجال يعني اكتر. العطر رقم 16 معانا تيوب روزا. تيوب روزا برضو عطر، يعني هو روايح زيني وتيوب روزا وتيمب فلو اللي هو رقم 15 لسه هنتكلم عنه، دي عطور ريحتها جميلة جدا يعني، بس مور فيمينين. انا بالنسبة لي ممكن ما استخدم، يعني ما اقدرش استخدمها يعني، ولو استخدمها في البيت يعني، لو حبيت ريحته ممكن استخدمها مرة او كده السامبل لحد ما اخلص السامبل اللي معايا، مش هستخدمه واخرج بيه. تيوب روزا ده نزل سنة 2014، وهو جورج لي اللي هو عامل عطور كتيرة من شانيه هو اللي عامل العطر ده. العطر ده فيمينين زي ما قلنا، الدوميننت هنا الوايت فلاورز مع السويتي نوتس. هو يعني حتى برضو فيمينين للشباب، الشباب اكتر برضو مش للكبار. تيوبروز هنا ريحته جميلة، كلين تيوبروز ممكن تعتبره كده. ممكن لو عايز باختصار وصف للعطر ده، هو وايت فلاور بومب، يعني هو خلطة كده من الوايت فلاورز جميلة جدا. وممكن تلاقي فيه سوبينس برضو في العطر، موجود جاي من الساندلوود والفيتيفر، الاتنين مدين كريمنس وعامل مع الفلاورز ريحة كده زي ريحة سوبي جميلة. يعني الريحة السوبي هنا زي صابون الفاخر بتاع الفنادق، وفي جرينس كمان واروماتيك نوتس يعني زي الارتميسيا. فبرضو عاملة ظابطة الريحة الماسكي بتاعة العطر اللي في النهاية يعني، والماسك نفسه يعني تحس ان هو ليه جرينس كده جاية من الحاجات اللي هي الهيربال والاروماتيك اللي موجودة فيه. العطر رقم 15 معانا تيم فلو، وده اتعمل سنة 2022 من العاملة ان فليبو. عطر فيمينين برضو للربيع والصيف. النوتات الرئيسية فيه طبعا الفلور الاورنج بلوسوم هو الواضح اكتر. في افتتاحية العطر السفرون يعني بنسبة قليلة، بس زي ما قلنا كده اللي هو النوتات الرئيسية فيه الأورانج بلوسوم مع الجاسمين، يعني الجاسمين أقل شوية من الأورانج بلوسوم. وفي هنا السيترسي نوتس هنا ليها مدية سويتنس، تحس ان هو خدوا البارت السويتي من السيترسي نوتس اللي هي المندرين والبرجموت. انتوا عارفين طبعا ان الحاجات يعني المندرين او البرجموت ما بتبقاش مادة واحدة، بتبقى مواد كتيرة، في مادة بتدي اللي هو الريحة الحامضية، وحاجة تانية بتدي ريحة سبايسي، وحاجات بتدي ريحة سويتي. انا حاسس ان هنا الجزء السويتي اكتر موجود في السيترس نوتس. البرفورمانس بتاع العطر ده مع انه عطر فلورال يعني برفورمانس رائع، ممكن يقعد من 7 ل 8 ساعات، وطبعا زي ما قلنا مناسب لأجواء الصيف والربيع. العطر رقم 14 معانا فين اند نيف، وده عطر برضو انا بعتبره فيمينين، ممكن تعتبره يونيسكس. العطر يعني سويت فروتي مع الروز يعني باختصار. في الافتتاحية طبعا هتلاقي في برايتنس كده يعني افتتاحية مشرقة من البرجموت السيترس نوتس، وبعد كده هتلاقي في الراسبري بيدخل، والراسبري هنا هو النوتة الأساسية من وجهة نظري، بعدها البلم اللي هو البرقوق بيدخل، وبعدها مخلوط مع الروز بيدي ريحة كده وورم، وفي نفس ويجي بعد كده الساندل وود معاهم يدي كريمنس للعطر.
فهو الريحة بتاعته جميلة، ريحة ورود مع فاكهة مع كريمنس من الساندلوود، فهو مور فيمينين يعني بالنسبة لي. اللونجيفيتي بتاعته ممتازة، السياج بتاعه فواحان ممتاز، يعني عطر يستاهل ممكن السيدات يجربوه، يعني يجربوا سامبل الأول، بس هو يعني أعتقد إن مفيش حد ممكن يكره الريحة ديت. العطر رقم 13 معانا فافونيس، وده اللي هو هاردز اكسكلوسيف. العطر ده باختصار الروز مع البخور، يعني ده الأساس فيه، البخور موجود في التوب نوتس مع الروز اللي هو في الميدل نوتس، مبخرة كده من الورد، وفي نفس الوقت هتلاقي فيه إرثنس من الباتشولي جاية من البيز نوتس. الهارت نوتس هتلاقيها كلها أغلبها أروماتيك وفلورال نوتس، يعني فهو ده الحاجة الأساسية. في عود في البيز نوت، ولكن يعني انا من وجهة نظري العطر ده كان يتظبط احسن ويدي، وكان يبقى افضل وترتيبه افضل يعني في الترتيب من ال13 من وجهة نظري، لو العود زاد شوية، يعني كان محتاج ان هو عشان يبقى روز عود مش روز انسنس اكتر. فهو عطر جميل يعني، برضو استخدم سامبل جربها قبل ما تشتريه، يعني بلاش بلايند باي. العطر رقم 12، من العطر رقم 12 للعطر رقم 6، يعني العطور دي جميلة جدا، يعني انا افضل ان يعني مش هشتري فول بوتل منها، ممكن اشتري مثلا 15 ملي، يعني احيانا ممكن تلاقي الهندرد سايلنت ويز في بينزل منه 15 ملي، ده ممكن اخلي عندي 15 ملي منه استخدمها. العطر من 5 لـ1، العطور دي استخدم 50 ملي او 100 ملي عادي جدا، عطور جميلة يعني. يعني فهنتكلم دلوقتي عن الهندرد سايلنت ويز، يعني انا حطيته، ابني قال لي ريحة دونت، وفعلا يعني كان في الريحة بتاعت العطر الفانيليا مع الفروتنس اللي موجودة اللي جاية من البيتش، وفي التيوبروز كمان مدي ريحة كراميلي كده، ريحة كراميل. الروايح دي مع بعضها ممكن تكون شبيهة بالدونت، وهتلاقي فيه كريمنس كده في الساندلوود برضو، مدي كريم وفي جرينس من الجاردينيا، يعني هو الميكس بتاعه جميل جدا. الفروت نوتس هنا مخلوطة يعني جميلة جدا مع الفلورال نوتس، وكمان داخل معاهم الفانيليا والساندلوود في الدراي داون، الريحة جميلة جدا. الفيتيفر كمان يعني الخلطة ممتازة، الفيتيفر مدي ريحة جريني وإرثي، خلطة رائعة. العطر جميل جدا، واللونجيفيتي بتاعته يعني ممكن يقعد في حدود 10 ساعات. الفيرساتايل، ممكن تستخدمه في الصيف في الشتاء، بس ما تستخدموش في الأجواء المشمسة، يعني صعب شوية ان انت تستخدمه عشان فيه الحاجات السويتي. العطر رقم 11 معانا وولونج شا، ده يعني من الاسم كده، يعني لو احنا شاي، ده من النوتة واضحة في نوتة الشاي. العطر كلين وفريش، تحس ان هي ريحة ناتشورال طبيعية، يعني ريحة الشاي واضحة جدا فيه، زي عارف اللي هو شاي اللي هو المتلج بالليمون، يعني هتلاقي هنا الليمون جاي من التوب نوتس، البرجموت مع في الليتسيا كوبيبا ديت، بيدي برضو ريحة كده زي الليمون مع بعض السويتنس، وفي سبايسينس من الناتميج، وفي الفيج مدي جرينس، وفي يعني الفيج هنا مدي جرينس، يعني مدي ريحة شبيهة بريحة الفيتيفر. يعني هو العطر ده لو انت عملت له ليرينج مع فيتيفر يبقى ريحة جميلة جدا، يعني جربتها ريحة رائعة يعني. عطر
العطر لونج لاستنج، على يعني ريحة شاي، ريحة فريش، ان هو يكون لونج لاستنج ممكن يقعد 8 ساعات مثلا، فده شيء مميز مش هتلاقيه في روائح الشاي كتير. افضل ميعاد ان انت تستخدم فيه العطر ده في الصيف في الاجواء المشمسة، يعني يدي كده زي سياج حواليك ممتاز وانت بتتحرك. العطر رقم 10 معانا كولونايز، وده سيترس، عطر جميل جدا، اكستريت دو كولون، يعني الكولونيا دايما الكولونز بتبقى حاجات سيترسي. ان هنا الميزة في نيشاني ان هم عملوا يعني اكستريت دو كولون، هتستفيد يعني الريحة السيترسي هتقعد معاك فترة طويلة، يعني دايما الكولونيا بتقعد ساعتين مثلا وخلاص وتلاقي ريحة العطر انتهت. النوتات الأساسية في العطر ده النيرولي والسيترسي نوتس. السيترسي نوتس عندك البرجموت والليمون والجريف فروت في الهارت نوتس، والنيرولي هنا هتلاقيه موجود في البيز نوتس مخلوط مع الفيتيفر. العطر جميل جدا، يعني هتلاقي فيه جرينس من الجرين تي والزهرة اللي هو الليلي اوف ذا فالي، زنبق الوادي، وفي نفس الوقت الروائح الفلورال من الياسمين والنيرولي. يعني العطر ويل كرافتد، يعني مصنوع بجمال ومعلمة ان هو يخليه يقعد فترة طويلة يعني. والماسك في الدراي داون هنا يعني مديله ريحة سوبي، بس السوبينس هنا جميلة، يعني ممكن تستخدمه عادي في الأجواء المشمسة ما فيش أي مشكلة. عطر مناسب للأجواء الصيفية أكتر يعني من أي الأجواء الحارة في الشمس. العطر رقم 9 معانا شم. شم ده من اللي هو البرستيج كولكشن برضو، اللي هو الغالي، 50 مللي في حدود $600. هو يمكن من وجهة نظري اللاين ده فيه شم ونفس ومانا، يعني افضلهم شم في اللاين ده. باختصار العطر يعني هو ليذري روز سنت، مفيش يعني هو يونيك، مفيش خلطات كتيرة من الليذر مع الروز توجذر مع بعض يعني. فهتلاقي هنا التاتش الليذري مع الايرثي نوتس مضاف لها التركش روز، ريحة جميلة يعني. هو انا حطه في رقم 9، انا بحب ريحته جدا، بس حطه هنا برضو في الترتيب ده عشان سعره العالي، يعني الفئة السعرية دي يعني 50 مللي ب$600 كتير، يعني ان انت تجيب بيها عطر روز يعني مع ليذر، ممكن ان انت تجيب برضو من السعر ده حاجة افضل يعني من وجهة نظري. العطر رقم 8 معانا بابليفيكو، وده من التايم تايم كوليكشن اللي هو اللي نزل سنة 2022. العطار هنا دومينيك روبيون، السنت هنا ماسكولين سبايسي اروماتيك، هتلاقي فيه الخلطة من البداية السبايسي الزهرة الكاردموم مع الكورياندر، الحبهان مع الكزبرة، معاهم السيترسي نوتس، عاملين لينك وخلطة جميلة في البداية. الاروماتيك نوتس هنا موجوده في الميدل نوتس مضاف ليها الفلورال، هتلاقي هنا الجاسمين مع الارتميسيا اروماتيك، مع سوري اللافندر مع الارتميسيا، دول اروماتيك نوتس مضاف ليهم الفلورال نوت الجاسمين. وفي يعني الارتميسيا مع اللافندر ممكن يديك اللي هو ريحه فوجيري فوجيري يعني، كمان الحبهان والكورياندر يعني يساندوا الريحة ان هي تكون فوجيري اكتر او اروماتيك. في سويتنس هنا من الريزن في الدراي داون، هتلاقيها البالسم فير، وودينس الاوكموس، يعني هو الريحة السبايسي الاروماتيك دي بتفضل موجودة مثلا حوالي 6 ساعات، وبعد كده مثلا 3 ساعات او 4 ساعات تاني بتلاقي فيه وودينس مع سكن سنت. العطر جميل جدا، مناسب لأجواء الشتاء وفي الليالي بتاعت الربيع والخريف، يعني ممتاز ما تستخدموش في الأجواء الحارة والمشمسة.
العطر رقم 7 معانا سافران كولونايز. ده عطر رائع جميل. لو انت عايز تستخدم يعني عطر ليذري في الصيف، افضل عطر ان انت ممكن تستخدمه هو العطر ده، يعني ليذر فريش، مش هتلاقي احسن من كده. هتلاقي في البداية، من البداية السفرون، السفرون طبعا بيبقى ليه ليذري اندرتون، ريحة السفرون واضحة جدا، يعني في دوز عالية من السفرون موجودة في العطر ده، ومضاف ليها طبعا السيترسي نوتس بتشمها من البداية، مع سبايسينس من البينك بيبر. وبعدين هتلاقي في بيدخل بقى ريحة الليدر. السفرون هنا يعني بيزود ريحة الليدر، يعني بعد ما يفوت مثلا ساعتين كده بتلاقي الريحة الليذري جميلة وفريش، يعني وسهلة كده ان انت ممكن تستخدمها في اي وقت، حتى في الصيف يعني في الليالي الصيف، عطر جميل جدا. العطر رقم 6 معانا عطر ليذري برضو، سويد اي سفران. وسويد اي سفران ده يعني ممكن تشبهه بتسكن ليذر، بس متشال منه الفروتي نوتس الراسبري، يعني في يعني ممكن تقول عليه كده يعني. بس العطر جميل جدا، يعني انا يعني شايف انه احسن من تسكن ليذر. النوتات اللي فيه في التوب نوتس هتلاقي فيه السافرون طبعا من الاسم، السافرون مع الامبريت، والامبريت هنا سويت فلورالي ماسكي نوت. وفي الميدل نوتس هتلاقي السويد مع الجينجر، فريش سبايسز مع الليذري نوت. وفي الدراي داون هتلاقي فيه الماسك مع الكراوية. الكراوية هنا هتلاقي مديها سويتنس وليتل سبايسي يعني في الدراي داون. السويد ده يعني اللي هو الليذر الخفيف، الجلد الخفيف، لو انت عايز تستخدم ريحة جلد مش ريحة صعبة شوية، يعني ريحة خفيفة وممكن اي حد يقبلها، هتلاقي السويد هو افضل حاجة في النوتات الليذرية. يعني هتلاقي هنا السبايسز يعني مزودة الريحة بتاعت السويد ومخليها يعني اقوى شوية في الليذري، اقوى، ومع الماسك كمان مدي كريمنس، ويعني هتلاقي الريحة كده اكتر فاخرة لكشيريوس. فالعطر جميل جدا. لو انت عايز تستخدم زي ما قلنا عطر ليذري ممكن يعني هنقول ان هو اكتر، لا يعني ده اكتر في الشتاء، ممكن تستخدمه في الربيع والخريف. لو حابب تستخدمه في الصيف ممكن بالليل، يعني لو حابب تستخدم، بس الافضل عطر ليذري في الصيف اللي هو سفران كولونايز اللي احنا اتكلمنا عليه رقم 7. العطر رقم 5 معانا امبرا كالابريا، واللي هو بقى من رقم 5 لرقم 1، دي من افضل العطور اللي انا بحبها. امبرا كالابريا ده فيري اتراكتيف لما يعني حد يحطه، يعني كانك حاطط عطرين في بعض، اللي في ترانزيشن كده بين السيترس للامبري نوتس. الترانزيشن دي جميله جدا، يعني السيترس نوتس عندك البرجموت مع البرجموت مع الجرين ليفز في الافتتاحيه، يعني ريحه جميله جدا. وبعدين هتلاقي بيدخل معاهم بعدين يدخل الكورياندر مدي سبايسينس وحاجه كده ريحه، يعني اقول ايه اللي هي ريحه لاذعه كده شويه ظابطه، الكريمنس مع اللي هي اللي موجود في الدراي داون من والسويتنس بتاعه الفانيليا، يعني هتلاقي كان الحاجات الجريني واللي هو الليتل سبايسنس ديت مظبطه الريحه العنبريه اللي موجودة في العطر، اللي هي الريحة الأساسية في العطر، ريحة الفانيليا والعنبر. لو انت عايز تستخدم حاجة في الصيف
مش بس اللي هو حاجات سيترسي، ليمون وبرجموت وحاجات فريش كده، عايز يستخدم حاجة مور سوفيستيكيتد، معقدة أكتر، العطر ده مناسب جدا. يعني ممكن في ناس بتشبهه بالكيكة، كيكة من البرتقال، يعني مش شريحة بالظبط يعني، بس هو زي ما أنا بقولك كأنك حاطط عطرين مع بعض، واحد كولد في اللي هو البرجموت والجرين ليفز، والتاني وورم دافي كده شوية في العنبر والفانيليا والماسك. الريحة جميلة جدا، اتراكتيف، ماس ابيلينج، اللونجيفيتي بتاعته، البرفورمانس والسياج ممتاز. ممكن تستخدمه طبعا طبعا في الصيف، عطر صيفي جميل جدا. يعني العطر رقم 4 معانا تيرو، وده برضو من اللي هو التايم كوليكشن اللي هو نزل سنة 2022. عطر جميل جدا، السولت مع الكراميل، السولت مدي فريشنس للسويتنس بتاعة الكراميل. العطر يعني هو جورموند طبعا، يونيسكس، ممكن يعني في ناس بتعتبره مور ماسكولين عشان السبايسيس، السينامون هنا مدي سبايسينس مثلا، والسيشوان بيبر والبلاك بيبر، فممكن في ناس تعتبره ماسكولين اكتر، بس هو يوني سيكس، ممكن برضو ستات تستخدمه. هنا ما فيهوش سيترسي نوتس، دايما الافتتاحيات بتكون فيها سيترسي نوتس، بس هنا في سيشوان بيبر مدي سبايسي سيترسي سنت في للعطر. السينامون هنا مدي سبايسي سويتي سنت برضو، الريحة جميلة سبايسي وسويتي. السويتنس هنا من البداية هتلاقيها موجودة من الكراميل مع السولت طبعا، مخليه فريش شوية، وبعد كده من الميدل نوتس السينامون، وفي الدراي داون هتلاقي العنبري نوتس مكملة السويتنس بتاعة العطر. عطر جميل جدا مع الدراي داون بقى، بعد ما مثلا 3 4 ساعات كده هتلاقي الودي نوتس هي الدومينيتنج. العطر ممكن تستخدمه طبعا افضل في الشتاء، في ليالي الربيع والخريف والليالي الباردة كمان من الصيف. يعني العطر ده بحبه جدا، يعني برضو زي ما قلنا كده العطور رقم 5 لرقم 1 عندي، دول اللي ممكن اشتري منهم فول بوتلز. انا طبعا مجرب اللي هو رقم 2 ورقم 1، باستخدمتهم قبل كده، لكن اللي هو قبل ما اجيب السامبلز دول ما كنتش عارف بقية العطور. رقم 2 ورقم اللي هو الاني والهاشيفات والفان يور فليمز، دول انا استخدمتهم قبل كده، الباقي كله جربته مع لما جبت السامبلز. العطر رقم 3 معانا كريدو، والعطر ده انا اتكلمت عليه كذا مرة، عود ناتشورال، جميل خفيف، مخلوط مع السويد ليذري نوتس، مع يعني النوتات فيه مش كتيرة بس مخلوطة، والريحة بتاعته جميلة، البينك بيبر مع الكاردموم من البداية، وفي الميدل نوتس العثمانثس هنا ممكن مش هتحس بيه أكتر، هتحس بالسبايسيس وبالعود مع الليذري نوتس. العطر عود محبوب يعني، سهل جدا في استخدامه، استخدامه اكتر طبعا في الشتاء، ممكن في الاجواء الريحانية يبقى جميل جدا برضو، ممكن تستخدمه في الربيع والخريف، اماكن مكيفة مثلا، او في ليالي باردة يعني الجو يكون بارد في الخارج، ممكن تستخدمه تخرج بيه. الثبات بتاعه ممكن يقعد 12 ساعة، اللونجيفيتي بتاعته ممتازة، الفواحان بتاعه كويس معقول، عطر ممتاز جدا. العطر رقم 2 معانا اني، وده نزل سنة 2019، العطار سيسيل زاروكيان، والتوب نوتس بتاعته هنا هنتكلم هنا شوية، هو عطر سوفيستيكيتد، يعني هتلاقي يعني باختصار هقول لك الريحة بتاعته عبارة عن ريحة فانيليا، وكأنك محاطة بالتوابل،
يعني الجينجر من التوب نوتس، وفي الكاردموم من الميدل نوتس، مع البيز نوتس اللي هتلاقيها اكتر وودي وفانيليا، وعندك الساندلوود مديله برضو كريمنس. العطر جميل جدا، البرجموت من البداية كأنك برضو في اللي هو عارف الايرل جري تي اللي هو الشاي بتاع الملكة اليزابيث اللي بتحبه دايما، يعني هو ده تقريبا الحاجة الوحيدة اللي بتستخدم فيها البرجموت في اكل او شرب، هو الايرل جري. كأنك حاطط الايرل جري مع فانيليا سيرب معاها، يعني ضايفها للشاي ده، وحاطط فيهم عواد كده من الزنجبيل الجينجر، وبعض السيدز بتاعت الحبهان الكردموم. فطبعا يعني هقول لك الكرك بتاع الخليج مضاف لي مثلا البرجموت او الايرل جريتي، ومضاف لي حليب مثلا او فانيليا، دي الريحة بتاعته. يعني الريحة جميلة جدا، سويتي وسبايسي وفريش في نفس الوقت، والجرين نوتس كمان مظبطة اللي هو الكريمنس اللي موجودة في العطر. العطر مفضل طبعا استخدامه في الأجواء الباردة أكتر، أنا بالنسبة لي ممكن أستخدمه عادي في الربيع وفي الصيف في الأجواء الباردة عشان بحب العطر ده، لكن هو أكتر يفضل استخدامه في الأجواء الباردة في الشتاء. يعني العطر رقم واحد، ده الأفضل واحد في العطور دي كلها يعني بدون منازع، هاتشيفات. هاتشيفات توب نوتس الباينابل مع الجريب فروت مع البرجموت. طبعا نوتة الباينابل هنا ناس كتيرة بتشبهه بكريد افنتس، وفي الميدل نوتس هتلاقي السيدر وود والباتشولي والجاسمين، وفي البيز نوتس هنا الأوكموس، ده حاجة رئيسية في العطر ده، والودي نوتس طبعا. العطر يعني من البداية هتلاقي الريحة الفريش السيترسي واضحة جدا مع الباينابل، ريحة الباينابل الريحة الفاكهية، وبعدين مع الدراي داون هتلاقي ريحة الأوكموس بدأت تطلع. الدراي داون بتاع العطر ده جبار، يعني تفضل تشم في ايديك، يعني لو رشوا على ايديك كده تفضل تشم فيها من جمال ريحة الدراي داون. يعني دي وجهة نظري، يعني العطر جميل جدا لو هتقارنه بافنتس، هو الافتتاحية ممكن تشبهها بافتتاحية افنتس بس اكسترا فروتنس، هتلاقي الباينابل هنا مركز اكتر، بس في الدراي داون في دوز عالية جدا من الاوكموس، دي مش موجودة في الافنتس. عطر جميل جدا. طبعا في ناس بتقول ان هو لا عشان الاوكموس ممكن صعب في الصيف في النهار، لكن انا بالنسبة لي فيرساتايل، استخدمه بالصيف في الشتاء بالنهار بالليل، ممتاز جدا. يعني الف شكر لحضراتكم، واتمنى لو حابين نتكلم عن اي حاجة يعني بتفصيل اكتر من العطور دي يا ريت تبلغوني في الكومنتات، واللي جرب العطور نشانيه يا ريت يقول له، يعني يقول لي رأيه في الترتيب اللي انا قلته والترتيب بتاعه هو يعني للعطور، حتى لو افضل 5 افضل 10 بالنسبة له، يا ريت تعرفونا في الكومنتات. شكرا لحضراتكم، مع السلامة.